على بعد 3 كيلومترات من قلب مدينة الحديدة وأربعة كيلو من مينائها، ترابط قوات الجيش المدعومة من التحالف وفق تصريحات الناطق الرسمي للتحالف تركي المالكي الذي أكد على أن العمليات العسكرية مستمرة. أصبحت على مسافة تقريباً 4 كيلومتر من ميناء الحديدة و3 كيلومتر من قلب المدينة. نضع الاعتبارات الإنسانية كأولوية أولى في هذه العمليات العسكرية. العمليات مستمرة في الحديدة ويتم استهداف الإمدادات القادمة للميليشيات الحوثية من كافة المناطق، ووتيرة العمليات العسكرية تكون تختلف أحياناً في الحديدة. الناطق الرسمي باسم التحالف اتهم ميليشيا الحوثي بمواصلة زراعة الألغام قرب مطاحن البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية التابعة للتحالف نزعت ما يقارب أكثر من 200 لغم في محافظة حجة المجاورة للحديدة. الهدوء الأممي المعلن لم يجد طريقه لواقع المدينة التي شهدت اندلاع معارك عنيفة قرب ميناء الحديدة، وبحسب وكالة رويترز فإن التحالف نفذ أكثر من 10 ضربات جوية في حي 7 يوليو على مسافة 4 كيلومترات من الميناء. تزامنت المعارك قرب الميناء مع حدوث مواجهات عنيفة بالقرب من مدينة الصالح، وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوث كثفت من قصفها على الأحياء السكنية وسط المدينة. ما هو مؤكد أن الحديدة تعيش حربا طاحنة يحاول فيها الحوثي الدفاع المستميت عن المدينة للحفاظ عليها كورقة ضغط سياسية في مفاوضات السويد القادمة، لكن الشرعية ومن ورائها التحالف تسابق الزمن المتبقي من الشهر الجاري لبسط السيطرة على قلب المدينة أو جزء منه، أو على الأقل الاقتراب أكثر من الميناء الذي باتت السيطرة عليه مسألة وقت لا أكثر.